السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم على الصحة والعافية، اللهم آمين. وياكم أخوكم سعيد جلفار، حياكم الله في حلقة قد يكون عنوانها شوي غريب اللي هي اغلط ولكن صلح. في البداية أنا حاب أني أكد أن لا أشجع لا على الغلط ولا الاستمرار عليه ولا على عدم محاولة تصليح الغلط. في النهاية نحن بشر ومصيرنا نحن نخطي، هذا شيء طبيعي في حياتنا نحن، ولكن الواحد يحاول قد ما يقدر أنه يقلل من أخطائه ويزيد من حسناته، هذا المفروض نحن نسويه. رسالتي إلى كل شاب حالي حاله، أنا مش بعيد عنكم، أنا مش حتى خارج موضوع أو خارج عن الموضوع اللي بتكلم عنه، ولكن وجب التكلم عنه مثل ما يقولون. مثل ما تعرف تغلط صلح. شوف، ليك شخص يقول لك أن أنت عندك أغلاط كبيرة، يجي شخص يقول لك أنت تعرف شو البلاوي اللي مسوونها، تعرف المصايب اللي أنت مسوونها عشان تقول لي الحين بتسوي خير. هذا الشخص إذا موجود في حياتك سير دور لك جوتي، ويفضل أن يكون فوق يا 46 وخش في حلجة. نعم، هذا اللي يستاهل، خش في حلجة، وكان بتكمل عليه كمل، بعد تسوي خير. حط في بالك قاعدة يا عزيزي، مثل ما عرفت أنك تغلط، ما أقول لك ودر الغلط حاليا، أنا أقول لك بس مثل ما عرفت تغلط صلح. يعني ما يمنع أبدا إذا أنت تسوي أي غلط من الأغلاط وأي حجم كان وبأي عدد أنك أنت بعد تسوي خير، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، هذا ما ندخل في هذا. مش معناته إذا أنت إنسان عاصي أو مخطي أو أن أنت ما تحسب لك الحسنات وما يحسب لك أي عمل خير، ما ندخل يا عزيزي. امرأة سقت كلب ماي ودخلت الجنة، كلب ماي دخلت الجنة، يعني هاي سوت خير في كلب، والله سبحانه وتعالى بعظمة رحمته دخلها الجنة، صح؟ كيف أنت لو سويت خير لبني آدم، لو أنت صدقت على واحد محتاج، لو أنت أصلحت بين اثنين، يا رجل لو ابتسمت في وجه واحد هذا خير. يعني أنت مجرد ما يجيك شخص مبتسم في وجهك تحس براحة، هالراحة اللي أنا حسيت فيها ترى أنت سببها وهذا خير. أنا خلني بتكلم عن أكبر الأغلاط، عسى ما حد يقول لي والله لا أنت ممكن تتكلم عن أغلاط معينة، لا. تخيل أنت بني آدم تشرب، والله مبتلون لك أن أنت إنسان مدمن كحول، هل هذا يمنع أن أنت تصدق، أو إذا صدقت ما راح تحصل حسناته؟ لا، صح ولا لا؟ نفترض أن أنت بني آدم الله ابتليك بالتعاطي، هل إذا أنت أصلحت بين اثنين الله ما راح يعطيك أجر هالموضوع؟ طبعا بيعطيك. هل إذا أنت دخلت على أمك حبيتها على راسها قلت لها أمي أنا أحبك، الله ما بيعطيك الأجر؟ بيعطيك الأجر. هل إذا أنت سويت أي خير تتوقعه في الدنيا الله ما راح يجازيك؟ راح يجازيك رحمة ربك أكثر عن الأم بعيالها. تشوف الأم كيف ممكن تفدي عيالها بأي شيء تقدر عليه، رحمة ربك بدرجات مهولة أكبر عن هذا. فيا عزيزي أنت ما تعرف أي خير ممكن تسويه هو اللي يحسب لك يوم القيامة، وما تعرف أي خير تسويه هو قد يكون السبب فإنه يبعدك عن أي غلط أنت تسويه. ركز معي، فالهداية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن تسوي خير الله سبحانه وتعالى بهذا الخير يرزقك الهداية أو يكفر عن سيئاتك أو لها أشياء كثيرة. مثل ما يعني معلوماتك الحسبة كالتالي بشكل جدا بسيط، السيئة تساوي سيئة، الحسنة بعشرة مثالها. رحمة ربك تقول لك إذا أنت بتسوي غلط ما حاسبك على الغلط فقط نفسه، لكن إذا بسوي خير بدبلك إياه بعشرة. فإذا هذه رحمة ربك، لا يجيك شخص يقول لك لا أنت ما له داعي تسوي لأن اللي تسويه ما منه فايدة، أنت على البلاوي اللي مسوينها الخير اللي تسويها ما راح يودي، أنت مش أصلا ويه أن تسوي خير. قلت لك قياس 46 وفي حلجة، وكان بتتبغى بعدها بعد تسوي خير، لأن هذه الأشكال المجتمع هم للأسف ما يمنحون الواحد فرصة أنه هو يفكر أنه ليش ما أنا أسوي خير. سو خير يا رجل، سو خير، ما تعرف الله سبحانه وتعالى شو ممكن يبدل حالك. أنا ما أقول لك هالكلام كوني بني آدم منزه عن المعاصي، أنا عندي بلاوي أكثر عنكم أنت كلكم، الله ساتر علي، اللهم لك الحمد، وحاول أصلح منها قد ما أقدر. ولكن هاي كلمة أنا مشيت عليها في حياتي وحبيت أن أهديكم إياها. أغلط صح، حاول ما تغلط، ولكن إذا غلط فأغلط ولكن صلح. كان ياخذكم اخوكم سعيد جلفار، ان شاء الله تكون كلمه طيبه خفيفه لطيفه عليكم. سلام عليكم.